مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الدوري احياء رمضانيه لمدينه مراكش والنواحي. نواحي لاننا اليوم كنبعدوا على مدينه مراكش، كنخرجوا بواحد كيلومترات قليله، كنتواجدوا بمنطقه لودايا اللي غادي نقربكم من الدوري ديالها واللي غادي نكتشفوا بزاف الحوايج على هذا الدوري. كل هذا بعد الفاصل. مشاهدينا، معنا الان السي يوسف السكير رئيس جمعيه التنميه والبيئه المنظمه لهذا الدوري اللي كنتواجدوا فيه حاليا. السي يوسف، مرحبا بك معنا على مراكش الرياضيه. مرحبا بكم انتم سيدي، ونشكركم جزيل الشكر حيت عطيتونا واحد الفرصه جيتو عندنا باش تشوفوا ان شاء الله هذا الدوري احسن ما يرام ان شاء الله. السي يوسف، احنا كما قلت لك كنتواجدوا في الملعب اللي كيحتضن هذا البطوله. عرفنا انه ملعب جديد، ما كانش يتنظم البطوله هنايا. حدثنا على التنظيم ديال البطوله، على اش من سنه هذه اللي وصلت، وعلى كيف كيدور الاجواء ديال هذه البطوله بالنسبه لهذا الدوري. هذا تنظيم الانشطه ديال الجمعيه التنميه والبيئه بالنسبه له، كنشرف انا الرئيس ديالها. قررنا تنظيم هذا الدوري تقريبا اسبوع قبل رمضان، والحمد لله توفقنا. وهذا الملعب هذا مشينا عند السيد مولد من هاد البلاد، والحمد لله ما لقينا حتى شي مشكل، وتوفقنا باش ننظموا الدوري، والحمد لله داكشي مزيان، الامور بخير وعلى خير. السي يوسف، اش هذا الدوري اش من سنه هذه اللي وصل لها، شحال العمر ديالو دابا؟ بالنسبه للدوري، الدوري كان يلا اسسته الجمعيه اول مره، لانه الجمعيه ماشي بعيد باش تكون، تقريبا واحد العام ما كاين، تقريبا عام قل شي حاجه باش تكون الجمعيه. وهذا الدوري من ضمن الانشطه ديال الجمعيه، جاتنا الفكره ديال نظموا الدوري في شهر رمضان، انه كان تنظم الدوري تنظم واحد الملاعب اخرى من منطقه لودانيت. والحمد لله هذا العام ما داروش سميتو الناس دوريات اخرين تما في هذيك الملاعب الاخرى، قلنا علاش ما نتوفقوش ان شاء الله حنايا ونديروا هذا الدوري. وجات الفكره الحمد لله وتوفقنا الحمد لله، داك الشيء مزيان. الان كنستضيفوا سي توفيق سمود، احد الاطر الوطنيه اللي معروفه في مدينه مراكش، واللي هو من ساكنه المنطقه اللي كنتواجدوا بها اللي هي منطقه لودايه. سي توفيق، مرحبا بك معنا على مراكش الرياضيه. بارك الله فيك. تنبغي نشكركم انتم كمراكش الرياضيه على الحضور ديالكم وعلى التغطيه الاعلاميه ديالكم لهذا الدوري الرمضاني اللي كتنظموا منطقه لودايه، وهي بكل صراحه يعني بادره طيبه انه منبر اعلامي ورياضي ديالكم انه يهتم بهذه المناطق النائيه، لانه تتكون واحد الدفعه معنويه كبيره وكبيره بزاف. سي توفيق، حنا بغيناك تحدثنا على بحال هذه الدوريات اللي كيتنظموا في هذه المناطق، اشنو الاضافه الرياضيه اللي كيعطيو، واش كيبرزوا بزاف في الوجوه بحال هذه الدوريات خصوصا في رمضان؟ انا كنظن بانه بالفعل يعني الدوريات الرمضانيه تيكونوا مناسبه لواحد المجموعه ديال اللاعبين وواحد المجموعه ديال المواهب ان تبرز الطاقات ديالها، وان تبان وان تنتقل لفرق اخرى اللي يعطي واحد الاضافه للفرق الاخرى اللي كتشارك في البطولات الوطنيه. كنظن بانه المنطقه غنيه بالمواهب، كنظن بانه واحد المجموعه ديال اللاعبين المسقط الراس ديالهم هنا، ملي كنهضروا على يونس رشيد اللي كينتمي لنادي الكوكب مراكشي، ملي كنهضروا على خالد القبيطه اللي كينتمي لمولوديه مراكش، ياسين ابو علي لمولوديه مراكش، يعني واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي انطلقوا من هاد الدوريات هادو، واللي بالفعل انهم قدروا انهم يوصلوا للفرق اللي هي على المستوى الاحترافي وعلى المستوى ديال الهوات، وقدروا انهم يفرضوا المكانه ديالهم. كنظن بانه هذه فرصه بالنسبه حتى للفرق المحليه كالنادي الرياضي شباب لودايه ونهضه لودايه والفرق اللي كتنتمي لعصبه الجنوب، انها تعزز الصفوف ديالها بواحد المجموعه ديال اللاعبين. وبالمناسبه انه النادي الرياضي شباب لودايه عازم انه باش ينشا فريق ديال كره القدم المصغره داخل القاعه، واللي واحد المجموعه ديال اللاعبين غادي ناخذهم من هذا الدوري هذا، وغادي ناخذ بحكم انه شاهدنا واحد المجموعه ديال الطاقات اللي في المستوى الكبير، واللي كنظن بانه غادي تعطي الكلمه ديالهم في قادم الاوقات الجايه ان شاء الله كريم. و وحنا ما عندنا الا انه نساندوا هاد الطاقات هادو، والحضور ديالكم اليوم دليل على انه مراكش الرياضيه تتواكب هاد الحدث هذا وتتواكب هاد الطاقات الشابه.
الان معنا محمد كبيبه احد ساكنات المنطقه وفاعل جمعوي هنايا بمنطقه الودايا. سي محمد، شفناكم من الجماهير اللي كتحضروا تفرجوا في هذه المقابله ديال هذا الدوري، كيف كتشوفوا بحال هذا الدوري كتضيف للمنطقه؟ تنشكر الناس ديال الطاقم ديال مراكش الرياضيه وكل الفاعل الجمعوي اللي حاضرين معنا حتى هما والناس اللي منظمين الدوري هذا ديال رمضان. بالنسبه للدوري ديال رمضان كيضيف بزاف ديال الاضافات للمنطقه، لان كان على الاقل كيستافدوا الناس في هذيك العشيه تكون الوقت خاويه وكذا، كيجيو الناس كيتفرجوا ما تضيعوش وقتهم في شي حوايج اللي ماشي هما هذوك. وبالنسبه للدوري ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا منه شي وليدات اللي زوينين اللي يقدروا يعطينا اضافه. بالنسبه انا عضو في النادي الرياضي الشباب الودايا، نقدر نشوف عندنا وليدات زوينين نقدر نشدوهم لهذا الدوري هذا الرمضاني. وبالنسبه للدوري كان في واحد تيدوز في واحد الوقت في الجو زوين، وبالنسبه للناس ديال اللجنه تاعي خدامين خدمتهم الله يجزيهم بخير، وانا من دوك الناس اللي منظمين تانا الدوري هنايا ان شاء الله، وكنحاولوا نشرفوا على الدوري يكمل في واحد الجو يكون رياضي واخلاقي وما يكونش فيه الحاجه اللي كتخلق المشاكل ما عندنا ما نديروا بها. معنا الان سي عبد الصادق النشاط الكاتب العام لجمعيه ولاد بن سبع للتنميه والبيئه. سي عبد الصادق، مرحبا بك معنا. مرحبا وبارك الله فيك ومرحبا بالحضور الكريم. سي عبد الصادق، تحدثنا مع مختلف الاطول اللي منظمه هذا الدور، منك سي عبد الصادق بغينا نتعرفوا على جوانب التنظيميه للبطوله، عدد الفرق المشاركه، المقابلات كيف كيجيو في النهار، وبطبيعه الحال المباراه الختاميه واشنو اللي غادي يتبع. خلال هذا الدوري الصدقه اللي نظمت جمعيه ولاد بن سبع للتنميه، عدد الفرق هو 16 فريق، وكل مجموعه فيها 4 فرق على شكل اقصائيات. وبالنسبه للجانب التنظيمي فكل من ابتداء من الخامسه والنصف مساء يحضر الفرق المشاركه من اجل اجراء المباراه. وبالنسبه التنظيم فالجمعيه هي المكلفه بالجوانب التنظيميه، من ازاله الاجبال من كما كتعرفوا الملعب، كما كتعرفوا جا هذا الملعب حدا جانب السوق ديال بيع البطيخ الاحمر. وبالنسبه للسيد الرئيس هو اللي مكلف جميع اللوازم التنظيميه، وإلى جانبه المستشارين والمنخرطين كلهم مجندين باش ينجحوا هاد العرس الكروي. الأعزاء، حلقتنا لهذا اليوم من منطقة الودايا وصلت للنهاية ديالها، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. كنتمنوا لكم يوم سعيد، إلى اللقاء.